اسف اسف يا المايك، انا اسف والله يا اخي، والله اسف. انت لازم تجيني هون، ابتعد علي شوي. اوكي لا اسف. يو، السلام عليكم خوتي وخواتاتي، وش راكم؟ لازم اقربك مشان يسمعونا يا غبي. ما راح اصفق، ما راح اضربك. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، وش راكم؟ اميريك لا، ورجعت لكم بفيديو جديد. سويت لكم مقلب نوب يعني مع بنت، يعني التقيتها يعني بالتيم كود، يعني قلت لكم يعني هذه البنت يعني ما راح افاجئها بالكريمينال، قلت لكم راح اسوي فيها مقلب نوب عادي. قلت لكم اخر مقطع انكم اذا تحبوني يعني اسوي يعني جزء ثاني يعني معها، وسوي يعني افاجئها بالكريمينال. اوكي، حسيتها بنت طيبه ويا طيبه يا طيبه. مهم، ما تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة، وتابعوني على انستغرام اذا بدك تساعدني وكذا. انشر الانستغرام عند اصدقائك، ولا روح اعمل لي فولو. بس انك تعمل لي فولو هذا تعتبر انك ساعدني، فهمتني؟ واذا بدك تساعدني اكثر روح انشر الانستغرام، يعني اعمل ستوري، اعمل اي شيء، مهم انشر الانستغرام تبعي. خلونا نرفع الانستغرام ووصلوا على الاقل 10000 20000 مثل ما تعرفوا، مشان انتوا تعرفوا الموضوع. اوكي، وما تنسوش تحطوا لايك لايك اند لايك اند ليست جو. شباب شوفوا، انا عم احاول ادخل معاها واصلا مش مفكر وش اقول لها. يا اخي ايش اقول لها؟ اقول لها السلام عليكم، انا اتبع هذاك اليوم اللي اربط حساب الضيفه لديك. والله ما راح اربط. الو، ايوه اسمعي، مين هذا؟ نوب يا مريم، مين هذا؟ الو، مين هذا اللي قاعد يتكلم؟ مين هذا المعلم قاعد يتكلم؟ بيقول عليك نوب. ايوه اطرديه يا قلبي يا قلبي. مين هذا نبض كمان يا اخي؟ اشكل اطرديه اطرديه اطرديه. شكرا شكرا، سوي ديو. ايوه شكرا، ازيك؟ الحمد لله، وانت؟ والله الحمد لله. تذكرتيني ولا لا؟ يا رب تذكرتيني، انا لعبت معك امس. ايوه يا قلبي يا قلبي. ممكن نزيد نلعب مره اخرى؟ ايه ممكن نلعب مرة أخرى مع بعض. أيوة يلا. أيوة دلوقتي أنا جبت حساب، يعني رجعت الحساب تبعي يعني اللي بنتته لي الشركة. رجعت إزاي؟ رجعته، في واحد رفيق يوتيوبرز رجع لي الحساب. يعني تكلم الشركة؟ أيوة تكلم مع الشركة، قالوا وعرفوا أني مظلوم ورجعوا لي الحساب الحمد لله. كيف تبنى؟ هو حساب، هو حساب متواضع. اوكي طب تمام. طب استنى احط تيم كود وتدخل ولا لا؟ اوكي حطي تيم كود. يلا يلا تعالي لي. لحظه اسجل تيم كود مشان ما انساه. اوكي عندي حساب عادي، يعني مو حساب قوي كتير. لا تفوتي حدا معاك، واذا فات معاك هذاك الشخص يعني المعلم اطرديه. اوكي تمام، مستنياك. انا لوحدي هنا في السكويد. انا جاي. اوكي انا جاي. انا جاي، مش انا جاي، انا جاي. اوكي شباب، راح ادخل عليها حساب الكريمينال ونشوف ردة فعلها. اوكي اوكي شباب، راح ادخل معها بالتيم كود. يا رب يا رب تكون ردة فعلها حلوه. يا اخي اخاف ادخل معاها تقول لي اوه كريمينال. اوكي عندك كريمينال، ولا تقول لي شو هاد السكن. والله يا شباب لو تقول لي شو هاد السكن راح اطردها. كيف اطردها هي عامله سكوات؟ لو تقول لي شو هاد السكن يا شباب راح اغلق التصوير وما انزل الفيديو. اذا نزلت الفيديو اعرفوا انه ردت فعلها حلوه. الو الو، انت انا اللي كنت معك، انا كنت معك الحين بحساب النوم، قلت لك رجعت حسابي. انت حمى؟ ايوه انا حمى. او ماي جاد، كرم النرمي. ايوه لا صدقي هذا حسابي المتواضع. هو ده متواضع؟ ايوه متواضع قوي. يا لهوي ازاي طلب صداقة؟ راح شوفي، راح اقبل لك طلب صداقة، وراح احطك نجمة مثل ما حطيتك نجمة بحساب النوب، راح احطك نجمة بحساب والله انك متواضع كتير. لا انت اللي متواضع. يا قلبي يا قلبي، الحين نلعب مع بعض وما نلعب كلاسيك لانه ليفلي مرتفع، فهمتيني؟ طب استنى بقى،
انا كنت وعدك امبارح بهدية، فهبعتها لك قبل ما ادخل الجيم. بدك تبعثي لي هدية؟ ايوه، عشان انا وعدتك امبارح، قلت لك اول ما اشحن ابعت لك. ايه صح، والله افتكرت يعني بالجيم قلتي لي لما اشحن، يعني انتبهت قلتي لي بالجيم لما اشحن ابعت لك رقصة. ايوه لا عندي رقصات كتير، شوفي عندي حتى يلا فيني حتى اني ارقصك مش ارقص نفسي بس. يلا، بس هبعت لك دلوقتي. بعتي لي ايوه بعت لك رقصة، شو بعتي لي؟ ايه بعتي بعت لي لك والله بعتي لي، عندي كل الرقصات. شو بعتي؟ بعت لك رقصة الضحك. عندي اصلا رقصة الضحكة. وانا ايش عرفني؟ يا اخي ليش تسرعتي؟ ليش اصلا كنت مفعلها رقصة الضحكة؟ يا عادي بقى، والله والله انك والله انك محترمة والله بقول لك عادي، كله فداك. يا قلبي، والله راح العب معاك احلى جيم. يلا سوي رانكد. ترى انا جلاد. اوكي هذاك الجيم كنت تلعب مع بوتات وكذا، بعثت لي رقصة غبية. عندي رقصة راحت 800 جوهرة، لو بعتيها لواحد مسكين ما عنده مش احسن؟ في ناس ما عندهم ولا شيء، عندهم بس يعني شخصيات ضعيفة وعندهم ملابس يعني مو حلوة، وتلقيه متكبر ونافخ ريش وعامل لي فيها الطاووس، عامل فيها الطاووس وهو دجاجة منتفة. بقول لك يا صحراوي، صح اسم الحساب صحراوي ولا انا مش عارفة؟ ايوه حساب اسمي صحراوي. اصلا انت بعت لي الاسم في الاول، فانت ساعة ما قلت لي انا هقفله كده قعدت اقرأ في الاسم. ايوه المهم يلا تعالي 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 على البيك نلعب. يا اخي انت عالم ثاني من الاحترام وكذا، تسلم لو كان عندي كريمينال الحين كنت اعطيتك اياه. يا اخي عاوزين نجيب كلاب بقى. اوكي تعالي تعالي ولا تقولي لي يا اخي. اوكي انت انا مو اخوك، انا صديقك. تمام يا صديقي، صديقك بس مو شي. عندي بقى نزلته خلني زي لقد تمت المهمة. كفو قلت لك راح نفوز. قلت اوكي انا دلوقتي بدي اطلع اوكي، لانه عندي مشاغل وكذا. تمام ربنا يعينك. والله شكرا على الهدية، مع ان يعني كانت مكلفة عندك وما كانت يعني عندها قيمة. هي عندها قيمة عندي بس يعني ما استفدت منها، لانه انا اصلا كانت عندي رقصة الضحكة، فهمتيني؟ ايوه فهمتك. المهم بدي اصارحك بشي. طب يلا والله انا والله اني حبيتك. اسمعي بعد ما تعرفت عليك وكذا وشفت يعني الشاهد هذه، ليش تضحك؟ والله شكلها غير انا منك. المهم بعد ما تعرفت عليك يعني وشفت عقليتك وكذا، يعني والله اني حبيتك. انا احبك مثل اختي، احبك مثل اختي مثل اختي، فهمتيني؟ يعني احبك مثل اختي، فهمتيني؟ اصلا انا ما احب ولا بنت في العالم، يعني احب بس الله وامي. أيوة أنت المفروض، أنت لو تسأل بتحبني مثل أختك؟ أيوة أنا أحبك مثل أختي، يعني أنا أحب كل البنات مثل أختي، أيوة حتى أنت شاهد أحبك، المفروض، شاهد كمان أنت أحبك مثل أختي، كلكم أحبكم مثل أختي. أنت المفروض تحبني مثل أخيك. ليش أحبك مثل أخي؟ لأني محسن. أي انت تتكلم ولا شاهد؟ لا انا اللي بتكلم. ما بصدق، والله ما بصدق. طالع شاهد مشاهد، اتأكد انك انت بتتكلم. صدمة كبيرة طالع جوا قلبي.
تكلمت شو؟ ايوه صحراوي. قلت لك انت مو انت محسن هذاك اللي كان مسوي اسمه شاهد. لا 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 يا خرا والله انت. يا غبي يا خرا شنو هذا؟ اليوم يا شباب شوفوا اذا تحبوني يعني ندخل انا وياه بسكواد ونصير نجيب الناس نجيب رفقات نجيب كثير ناس ونعملوا لهم استفزاز اوكي بصوت البنت. انت موافق تصور معي؟ ما عندك مشكلة اوكي؟ لا لا ما في مشكلة اقسم بالله. انت بص على راسي. شكرا. على راسي واتشرف اني عرفتك. اوكي الله يزيدك شرف يا حبيبي. وحتى انا تشرفت بمعرفتك مع انه معرفتك كانت خرا. اوكي لا امزح حبيبي. اوكي شباب اذا تحبوني يعني نعمل انا وياه مقلب ونجيب ونصير نجيب اشخاص عشوائيين نجيب يوتيوبرز نجيب اي انسان. اوكي اكتبوا لي بالتعليقات اي شيء بدكم اياه وتلاقوا بالمقطع الجاي. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا عجبكم المقطع. بيس اوت.